في الجزء الغربي الجنوبي وتحديداً في حارة الجوالدة سابقاً في طريق الجوالدة حالياً يقع هذا المركز الثقافي الذي يقدم خدمات جليلة لأبناء حي النصارى بالإضافة إلى الكثير من الزائرين من خارج فلسطين ومن خارج مدينة القدس. هذا المعمل أو ما يسمى اليوم بمركز الفنون العام هو مكان أثري مهم جدا في الفترة العثمانية، حيث يحتمل بأنه كان الموقع الأول لأول معمل للبلاط في المدينة الذي افتتحه عيسى خليل قسيسية، واحد من أهم أصحاب الحرف الموجودين في مدينة القدس والذي أعطى الرونق الصناعي والاقتصادي للمدينة. هذا المكان هو بناء يجاوره بناء آخر يعود إلى الفترة العثمانية المبكرة. هذا البناء هو بناء مضموم تحت ما يسمى مفهوم البناء العثماني الذي استخدم الحجارة التي أتت من جنوب مدينة القدس لتزين مدينة القدس، وكذلك الحرفيين الذين جاءوا ليهدوا للمدينة بأصابعهم الرشيقة الفن المعماري الراقي من جنوب مدينة القدس، مثل مدينتي بيت لحم وبيت صحور، المدينتين التي اشتهرتا بتصدير الفنيين والحرفيين الذين كسوا المدينة المقدسة بالوجه المعماري الجميل. أثناء ترميم المكان وتحويله إلى مركز وجد في جزئه الشمالي الغربي بنايات قديمة تعود إلى الفترة الرومانية على الأغلب، وهي تتكون من بقايا سور صغير كان يحيط بالمدينة من هذا المكان، بالإضافة إلى صهريج ماء ضخم جدا يعتبر من الصهاريج الضخمة التي حفرت في الفترة الرومانية لتزود المدينة بالمياه في المنطقة التي لا يوجد فيها أي جزء من الينابيع. أيضا في المكان مطلة جميلة جدا للحي المسيحي، بالإضافة إلى الجزء الذي يعد جزء خارج إطار المدينة يجاور معمل البلاط الأول في مدينة القدس منذ عام 1900، يجاوره جزء من الكنيسة اللاتينية، المحكمة الشرعية للكنيسة اللاتينية، قصر الفرسان، بالإضافة إلى المعمل الأرمني للسيراميك وللنقوش الفنية الأرمنية التي أدخمت بها المدينة معماريا وفنيا على مدى العصور.